يا هبشو ما حد حاسس ما حد حاسس لا طاشا لا طاشا يا الكشو ما حد. الفنان الكبير عادل إمام، أهلا بيك في هذا اللقاء. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. أبدأ حواري معك وأسألك، ما هي آخر أخبارك الفنية؟ أولا تحية لحضرتك وتحية لجمهور المستمعين للبرنامج وللإذاعة البريطانية. آخر أخبار الفنية، بأنهي تصوير فيلم الواد محروس بتاع الوزير، وهو بيتناول علاقة شديدة الخصوصية والإنسانية بين وزير وبين جندي محترف جندي بوليس من بلد واحدة. فهذا الجندي عرف أن وزيرا اختير وزيرا يعني من قريته، فأبو الجندي تكلم مع أبو الوزير من أجل الواسطة وخدمة العسكري، فطلبوا لوزارته. وكان يوما يعني شؤما على الوزير حينما طب هذا العسكري على الوزير. علاقة بين وزير وجندي بوليس على الرغم من التباعد الاجتماعي والثقافي بين الشخصيتين، ولكن هناك تلاقيات إنسانية شديدة اللذة وشديدة الكوميدية والسخرية. ينوي الفنان عادل إمام السفر إلى الجزائر لعرض مسرحية الزعيم هناك، يعني لماذا قرر عادل إمام عرض هذه المسرحية بالتحديد في الجزائر؟ أنا شخصيا مستفز من اللي بيحصل لشعب الجزائر. أنا بسمع عن كتاب وفنانين ومثقفين بيغتالوا بيذبحوا، بسمع عن أطفال بيذبحوا يعني أيضا، ونساء. أنا لا أتصور أن يعني إن في دعوة وفي عقيدة تجعل صاحب هذه العقيدة يكون القتل الأطفال يعني 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 سبيل لفرض عقيدته أو رأيه. هذا شيء فظيع لا يتحمله عقل. فأنا رايح بحكمي فنان مصري عربي قومي، أنا بحب أوروبتي أيضا كما بحب مصرياتي. أنا رايح لشعب الجزائر، أنا واثق أن أنا ليا جمهور في شعب الجزائر وليا معجبين ومحبين. أنا بتوصلني رسالات من جميع من يتكلم باللغة العربية، وأنا بيوصلني خطابات من شعب الجزائر إعجاب من معجبين. هؤلاء المعجبين لازم أقف معاهم، هؤلاء الذين يتذوقون الفن لازم أكون واقف معاهم، لازم أكون واقف مع شعب الجزائر حتى هؤلاء الناس لا يتخيلوا أن احنا نسيناهم. هذا شيء فظيع أن احنا نقف مكتوف الأيدي وشعب ومفكرين وأطفال يقتالوا ويذبحوا. ده شيء فظيع لا يتخيله عقل ولا يتحمله ضمير إنساني. الشعوب الأوروبية حضرتك بتتحد حاليا من أجل يعني من أجل رفع مستوى المواطن الأوروبي، ونحن نقتل أطفال، نقتل أطفالنا. هذا شيء فظيع. أنا ذاهب إلى الجزائر وسوف أقف على المسرح وأمارس فني تعبير عن رفضي للي بيحدث في للأطفال وللفنانين وللكتاب وللإنسانية عموما. كان ليك تجربة مماثلة في عرض مسرحية الواد سيد الشغال في صعيد مصر، وذلك للتصدي للإرهاب. اليوم أنت تقرر أن تعرض مسرحية الزعيم في الجزائر لنفس الهدف، هل لنا أن نقول أنه هل هذا يمثل خط أساسي في فكر عادل إمام؟ هو هاجس طبعا. أنا قتل كون أن شعب أفراده يقتل بعضهم البعض، يعني ده هاجس جوايا، خاصة في وطن العربي وخاصة في مصر بلدي. هذه الظاهرة جديدة، أنا لم أكن أتصور أن يصل الحال إلى يعني أن بعض الأشخاص يمسكون سلاحا ويضربوا يعني مواطنهم من ظهره. لا أتصور هذا، لا أتصور أن في دي. أنا كمان رايح أدافع عن ديني، الدين الإسلام لا يمكن أن يكون في صف قتل الأطفال وذبحهم. هذا شيء فظيع. يعني أنا تصرفاتي حضرتك تصرفاتي كمواطن، يعني أنا حينما رحت أسيوط كانت انفعالة مواطن، إنما كنت عايز أترجم ده إلى فن وترجمت ده إلى فن فعلا.
بعد كده، لان الفن بياخد وقت حضرتك عقبال ما يتحضر. فلما رحت اسيوط كان دفاعا عن الناس الهواة اللي في اسيوط اللي كانوا بيتضربوا بالجنازير وبيتذبحوا عشان خاطر، او بيقتلوا عشان خاطر بيمارسوا هوايتهم اللي هواية التمثيل وعلى المسرح. وكذلك انا ذاهب الى الجزائر لنفس هذا الغرض تقريبا. انما الفن عموما بيحتاج الى وقت، عشان كده انا بعد كده عملت فيلم الارهابي وطيور الظلام الافلام اللي هي كانت بتقف ضد هذه الظاهرة. ده يخليني اسأل الفنان الكبير عادل امام، يعني هل لديك تصور معين يمكن ان يقوم به الفن بشكله الواسع، سينما ومسرح وغناء وموسيقى، لمواجهة ظاهرة الارهاب؟ هو الفن عموما هو ضمير الامة. والفن هو تعبير، ويعني الفن مرآة لحضارة الدولة، وكلما الدولة كانت متقدمة كلما كان الفن متقدم، ولابد أن يكون الفن في خدمة الوطن والمواطن وإسعاده. أنا لا أتصور أن الوطن هيكون سعيدا أو ما دام هناك ظاهرة قتل الأطفال أو ضرب أو سبي النساء وخلافه. فالفن اعتقد يكفي ان يكون هناك فنا، على الاقل وجود الفن في اي بلد فهذه يعني ظاهره حضاريه في حد ذاتها. كون ان الفن له دور، فالفن له دور في كل، مش في هذه الظاهره بس، في جميع الظواهر، سواء في كندا، خاصه السينما المصريه. السينما المصريه طول عمرها كانت في صف الوطن، في صف المواطن، وكانت معارضه باستمرار من ايام فيلم لاشين، حينما كانت ضد الدكتاتوريه وضد الحكم الفرد وضد القمع وضد الطغيان الى هذه الايام. فنحن عندنا تجربة عريضة في المسألة الفنية وفي السينما الحية، وأنا وارث هذه التجربة. لو عدت مع الفنان عادل إمام لمسرحية الزعيم وإلى موضوعها الأساسي، نجد أنه موضوع سياسي في إطار كوميدي، فيه نقد بيمس بشكل أو بآخر بعض الأنظمة السياسية في منطقة الشرق الأوسط. يعني ده يخليني أسألك، هل لديك النية لتقديم مسرح سياسي، خاصة أنه هذا اللون لم يكن موجودا في أعمالك السابقة؟ حضرتك لو تشوفي أعمالي السابقة زي شاهد ما شافش حاجة، وهي تتكلم عن الأرنب والأسد داخل الفرد نفسه. صحيح. الأرنب بمعنى الاستسلام والبساطة والتلقائية، والأسد بمعنى الافتراس والتوحش. هذا ممكن يعتبر سياسة، نعتبره ممكن سياسة، ولو أن المسألة لا تنفصل عموما. يعني حينما تقولي نكتة قد يعني ممكن تكون نكتة سياسية في حد ذاتها يعني. فالمسألة ما تنفصلش يعني، ما فيش حاجة اسمها فن سياسي وفن غير سياسي. الفن يكون في للفن ولخدمة الوطن والالتقاء بالأذواق عموما يعني. أما عن مسرحية الزعيم فهي بتتكلم عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم. فالتفت الحكم في العالم الثالث، خاصة في وطننا العربي يعني. ومن هو المسؤول ومن هو المخطئ؟ هل هو الحاكم أو المحكوم؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. إنما هل يستمر المسرح السياسي على حد قولك أن يكون مسرح سياسي؟ أنا مسرحي عموما فكاهيا كوميديا. صحيح. أنا أرجو أن أنا عندي أضحك الناس، هذا بيمثل لي سعادة كبيرة يعني. قرأنا لك تصريحا في هذا الإطار أنه عادل إمام عندما قرر عرض المسرحية في الجزائر قلت أنه الأعمار بيد الله. ما هو شعورك؟ هل أنت خائف؟ أنا لا أحب هذا السؤال أرجوك. أعتقد وإحنا بنعدي الشارع بنخاف من عربية بتيجي تظلمنا، وأنت بتدوسي على زر الكهرباء بتخاف لا تتكهربي. الخوف ده شيء إنساني موجود داخل البني آدم عموما، وأنا أسرتي أصلا تعودت على مثل هذه المسائل يعني. قبل أن أختتم لقائي مع الفنان الكبير عادل إمام، أسألك عن رأيك في حال السينما العربية وأيضا حال المسرح، ماذا تقول؟ والله أنا متفائل وليس متشائم، كما جميع الناس بتشتم في السينما المصرية. فأنا مش فاهم ليه يعني. أنا أعتقد أن السينما المصرية بتقدم أفلام حاليا في يعني جيدة، وما وإذا كان هناك الأزمة فالأزمة موجودة يعني. نادر جلال مرة قال لي، نادر جلال تعلمين أنه من أسرة عريقة فنان. صحيح. ووالده الأستاذ أحمد جلال كان من أوائل المخرجين في السينما المصرية سنة 27. ووالده السيدة ماري كويني، وخالة والده السيدة آسيا داغر،
وكذلك أعمامه الأستاذ عباس كامل الأستاذ حسين فوزي. قال لي عادل أنا من أول ما اتولدت وأنا بسمع عن أزمة السينما المصرية. والناس بتتكلم في نفس الموضوع من الأول. فأعتقد أن السينما المصرية تحتاج إلى يعني إلى دور عرض طبعا أكثر، لأن دور العرض أصبحت في مباني خرسانية تريد تحل محل دور العرض. يعني يجب أن نعلم أن هنا يوجد عنصر، أنها يوجد سلعة، هنفترض أنها سلعة مع احترام الكلمة، ألا وهو الفيلم. فلابد من الفيلم أن يكون جيدا، لابد أن يكون يرضي ذوق الجمهور ويكون well done، يعني يكون معمول كويس. وكذلك احنا بدل ما عندنا هذه السلع لابد ان يكون هناك منفذ توزيع لهذه السلع. منفذ توزيع لابد ان يكون سينما جيده مريحه نظيفه وخلافه. ناهيك بقى عن ان لابد من الفكر المتقدم، لابد من الفكر الواعي والعناصر الفنيه الاخرى. اغلى كيس بلح في العالم مدفوع فيه 2500 جنيه. هو في 20 بلحة، يعني البلحية تقف تقريبا ب 125 جنيه. تاخدي بلحة؟ خليها لك. بلاش. احنا نخليه أحسن للمناسبات. في عيد جوازك أديكي بلحة. وفي عيد ميلادك أديكي برضه بلحة. ولا أقول لك بلاش. احنا نخليهم للعيال. نخليهم للعيال لما تكبر. وهو يبقى اسمنا أمننا مستقبلهم وسيبنا لهم حاجة للزمن.